خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد باغا، استاذ الاقتصاد بجامعه قناه السويس. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ مساء الفل، ازاي حضرتك دكتور محمد؟ مهم جدا بقى ان انا هنا اناقش من وجهه نظر الاقتصاديين تاثير هذه الحزمه، دي حزمه حمايه اجتماعيه لكنها حزمه ماليه بالاساس، تاثيرها ايه على الاقتصاد الجزئي لو صح التعبير، اقتصاد الهاوس هولد، الناس، القدرات الشرائيه، وفي نفس الوقت دايما تخوفي الدائم من جشع التجار بان هم يروحوا مزودين اسعار فيخلق لي موجة تضخم غير حقيقية ويقدر ساعتها يشفط بيها الفلوس دي. خلينا متفقين يا أستاذ يوسف على أنه مصر بتنتهج منذ مدة فكرة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، ودايما عملية الإصلاح بشكل عام بتكون في مراحلها الأولى قاسية جدا بالنسبة للمواطن، خاصة أنه بيظهر بعض الظواهر اللي بتكون شاذة في السوق وبالتالي بترهق المواطن بعض الشيء. الحكومة الحقيقة بتتدخل من وقت للتاني بحزمة من الحماية الاجتماعية، يمكن توجيهات السيد الرئيس النهاردة بهذه الحزمة أنا أعتقد أو أتصور أن هي من أفضل أنواع الحزم الاجتماعية اللي حدثت في الفترة الأخيرة، ويمكن ده ناجم من أنه إحساس القيادة السياسية بالألام الاقتصادية اللي بتصيب المواطن في الوقت الحالي جراء عدد من المتغيرات، يمكن أهمها الأحداث غير العادية اللي بتحصل في السوق من انفلات غير طبيعي في الأسعار وظهور للسوق السوداء بشكل فج، ظهور المضاربات بشكل كبير جدا وقاسي جدا بالنسبة للمواطن. كل دي طبعا أمور أتصور وعندي يقين تام أن السيد رئيس الجمهورية والحكومة على علم تام بما يحدث في السوق ولن يستمر هذا الموضوع طويلا. جميل جدا أن احنا زي ما حضرتك ذكرت أن احنا بنحط حزمة مالية بالنسبة للمواطن، ولكن أنا برضو أتخوف من وجهة نظر اقتصادية إنه هذه الحزمة المالية ممكن تدي يعني عايز أقول إيه إذعان بالنسبة للتجار لمزيد من الغلاء مرة أخرى. هنا لازم الحكومة يا فندم تدخل بالعصا الغليظة أو نقدر نقول باليد القوية اللي هي تقدر تحمي بيها المواطنين من خلال الرقابة الصارمة على الأسواق، من خلال النزول في الشارع و التفتيش صح. المستمر، وان هي توصل رساله للمواطن ان احنا كحكومه وان احنا كدوله لن نصمت كثيرا على ما يحدث في السوق من ظواهر شاذه او من امور ليست في صالح البلد على الاطلاق. اتصور انه هذه الحزمه الماليه هي نوع من الثقه اللي ممكن تكون موجوده ما بين الحكومه وما بين المواطن، بدأت النهاردة أتصور من هذه الحزمة، وأتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله أن يكون في مزيد من بناء الثقة من خلال الرقابة الصارمة على الأسواق، ومن خلال أن الحكومة تكون موجودة بشكل دائم مع المواطن، الخطوط الساخنة تشتغل وتتحرك، المفتشين بتوع التموين يشتغلوا وتحركوا، المحليات تتحرك، كل الأجهزة الرقابية وكل الأجهزة المعنية بحماية المواطن وحماية حقوق المواطن وحماية المستهلكين لابد أن هي تكون حاضرة وتكون متواجدة في الشارع قدر الامكان علشان نمر يعني بسلام جميعا من هذه الازمه ان شاء الله على خير باذن الله قريبا. باذن الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور محمد، كل الشكر. دكتور محمد باغا استاذ الاقتصاد بجامعه قناه السويس.